أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن شكر وتقدير مصر لمواقف مسؤول الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي تدعم المبادئ السامية للقانون الدولي فيما يتعلق بكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقع على المدنيين العزل في غزة والضفة والقدس. وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي أن المباحثات مع بوريل تناولت مسار العلاقات الثنائية والعديد من الملفات الإقليمية على رأسها الحرب المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية الأخرى. اليوم استقبلت الصديق العزيز جوزيب بوريل والتقينا سويا، ثم انضم إلينا وفد البلدين. خلال هذه اللقاءات نقلت شكر وتقدير مصر للسيد جوزيب بوريل على مواقفه الشجاعة ومواقفه المحترمة التي تدعم دائما المبادئ السامية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأيضا لميثاق الأمم المتحدة، فنشكر له هذه المواقف المبدئية له فيما يتعلق بكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقع على المدنيين العزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية.